شايف خيالك اللي على الحيطه ده؟ تخيل خرج من الحيطه وبقى بينوب عنك في كل مكان، يقدر يتحرك في اي مكان في العالم بدون ضوابط وبكل حريه، فبضغطه زرار تقدر تروح فرنسا او امريكا وتشوف كل الاحداث اللي بتحصل في وقت ما هي بتحصل، وكمان الناس اللي هناك هتقدر تشوف الافاتار بتاعك واللي هو الممثل عنك في العالم ده. اهلا بيك في عالم عالم افتراضي جديد ناوي مارك انه يعيشنا جواه عشان يتحول الانترنت كله من مجرد وسيله للتواصل من ورا شاشات لعالم ملموس بنعيش جواه. الميتافيرس كمصطلح بينقسم لشقين، ميتا وفيرس. ميتا هي كلمه يونانيه الاصل معناها الما وراء، وفيرس جايه من كلمه يونيفيرس يعني الكون او العالم، فميتافيرس على بعضها معناها ما وراء الكون او ما وراء العالم اللي احنا فيه. واللي ما يعرفوش البعض ان الميتافيرس هي مش حاجه خاصه بمارك، لكنها تقنيه جديده بيتنافس عليها معظم الشركات الرائده في مجال التكنولوجيا، واللي هم طبعا مايكروسوفت ونيفيديا وايبك جيمز وميتا اللي هي فيسبوك سابقا. من الاخر كده هي المستقبل، لكن الناس كلها افتكرت ان ميتافيرس حاجة خاصة بمارك لما حول اسم شركته من فيسبوك لميتا، واللي هقولك بعدين ايه السبب في تغيير الاسم ده. والموضوع مش جديد، وفي شركات دخلت عالم ميتافيرس من 2015 زي مايكروسوفت، لكن الناس كلها عرفت بالميتافيرس لما طلع مارك في المؤتمر بتاعه واعلن عنها باعتباره صاحب اهم الابليكيشنز اللي كلنا بنستعملها وبنحبها زي فيسبوك وواتساب وانستجرام. وعشان ما اطولش عليك هحاول ابسط لك الموضوع. الميتافيرس هي تطوير لطرق التواصل الاجتماعي اللي كلنا بنستعملها دلوقتي، يعني بدل ما كنت بتبص في تليفونك وتشوف الاحداث هتبقى جزء من الحدث اللي بيحصل، هتقدر كمان تتفاعل مع الحدث ده وكل ده وانت قاعد في بيتك عن طريق نظارة هتلبسها من شركة اوكلوس واللي اشتراها مارك برضو في 2016. لكن طبعا طالما في تورتة بتتوزع فكل الشركات عايزة تاخد جزء من التورتة، فقدرت شركة تيك توك انها تشتري شركة بيكو اللي بتعمل نظارات الواقع الافتراضي، وراحت داخله لهم قبل واشترت شركة نيكست في ار واللي بتعمل برضو نظارات الواقع الافتراضي. والتنافس الشرس اللي ما بين الشركات ده بيبين لك قد ايه الموضوع مهم وقد ايه ان فعلا هو ده مستقبل الانترنت. وتعالى بقى نتكلم عن موضوع التقنية بشكل عام. عارف نظارات الفي ار اللي كنا بنلبسها في الملاهي او في المولات؟ اللي جربها هيعرف قد ايه النظارات دي كانت بتقدر تفصلك عن الواقع تماما. اللي هيستخدموه في الميتافيرس هي حاجه مشابهه ليها شويه، واللي هي تقنيه الاي ار او الاوجمانتد رياليتي اللي هو الواقع المعزز، ومعزز يعني خلط ما بين الواقع والخيال. مارك اعلن في المؤتمر انك اول ما تدخل للعالم ده هيطلب منك انك تعمل بيت خاص بيك، وده هيكون عن طريق عملات زي البيتكوين كده او عن طريق عملات هتكسبها من التطبيق نفسه. في بيتك ده بقى هيكون موجود عندك كل الحاجات اللي موجوده في فيسبوك دلوقتي من اعلانات وقائمه اصدقاء وكل حاجه، قائمه الاصدقاء اللي كل صديق منهم هيبقى عنده بيته الافتراضي زيك، وهتقدر تزوره وتتكلم معاه بشكل مباشر اكنكم موجودين مع بعض بالظبط. وده اللي بيهدد معظم شركات الاتصالات اللي لو ما طورتش من نفسها ودخلت هي كمان عالم الميتافيرس مش هيبقى ليها وجود في المستقبل، لان ايه اللي هيخليني اكلم حد مكالمه تليفونيه لما ممكن اروح اقعد معاه ونتكلم مع بعض وهو قاعد في بيته وانا قاعد في بيتي. وطبعا مع الكلام اللي بنتكلمه على الميتافيرس واللي واضح ان هي محتاجه لسرعات كبيره جدا من الانترنت، وده هيحتاج طبعا ال 5G، وده سبب العركه اللي دايره مع معظم اثرياء العالم للسيطره على ال 5G، واللي من غيره مش هيبقى موجود اصلا ميتافيرس اللي بتحتاج تعامل مباشر ووقتي مع كل حاجه. المشكله دلوقتي من وجهه نظري هتكون في الانفصال عن العالم الافتراضي اللي عملوه لنا مارك، واللي هيكون طبعا صعب جدا ما هو لما تبقى عايش يوم في جزر الكاريبي ويوم في جزر المالديف ويوم في الكامب نو، وبمجرد ما تقلع النضاره تلاقي نفسك في بيتك العادي مع اهلك العاديين، ممكن يجيلك حاله اكتئاب وممكن كمان يجيلك انفصام في الشخصيه. ده غير ان بعض الناس ممكن ترفض اصلا حياتها العاديه وتعيش جوه الواقع الافتراضي. في النهايه الكلام عن الميتافيرس دلوقتي مبهم بشكل كبير جدا، اكنك بالظبط بتتكلم عن الانترنت والفيسبوك بس في سنه 1980. اكيد ما كانش حد هيفهم حاجه ولا هيتوقع التطور اللي احنا فيه دلوقتي، ودي بالظبط هي نظرتنا للميتافيرس في الوقت الحالي. اتمنى تكون عجبتك الحلقه. انا احمد حسن حفني واشوفك على خير باذن الله في حلقه جديده قريب جدا.